فلا بد أن تقول بحسب الحال، من رأى منكم منكرا فليغير بيد، إلا أن يستطع في لسان، إلا أن يستطع في قلب، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، وليس معناه أنه يكفر، لا، لكن هذا أقل ما يمكن يفعل الإنسان، أن يحب الخير بقلبه يود ظهوره، وأن يكره الشر بقلبه يود اختفاءه، وأن لو قدر لغيره. فالذي لا يأمر بالمعروف هنا عن المنكر، لا يغير المنكر بقلبه، ما عمل خيرا يثاب عليه في هذا المقام، هذا المعنى. لا يراد نفي الإيمان الكلي، وإنما نفي الكمال، فهو لم يفعل خيرا يثاب عليه في هذا المقام، ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. إن الإيمان عندنا اعتقاد وقول وعمل، يزيد الطاعة والإخلاص، فهذا المراد.